السلام عليكم، ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وهنا. النهارده طبعا الفيديو مال من عنوانه تفريز المانجا. تفريز المانجا من السنه للسنه، وطبعا تفريز المانجا لازم نهتم بيها ونهتز بيها ونعملها بتكات حلوه قوي. واقول لكم على طريقه جميله جميله في تفريز المانجا، بتقعد من السنه للسنه واللون ولا بيتغير ولا الطعم بيتغير ولا اي حاجه. خليكم معايا بس لاخر الفيديو كده، وانتم ان شاء الله هتستفادوا من الفيديو ده وهينال اعجابكم. وطبعا يا حبايبي اللي يعجب الفيديو ما ينساش في الشير واللايك والاشتراك وكده. عاوز الفيديو كده ايه، اشتراكات ولايكات كده. ويلا كده نصلي على رسول الله يا حبايب قلبي كده، ونقوله بقى. طبعا بعد ما نغسل المانجا كده ونخليها زي الفل يا حبايبي كده، هنمسكها كده ونقشرها كده يا حبايبي كده. وطبعا القشر احنا مش هنرمي القشر، لو انت حابه تعمليه عصير ماشي، مش حابه تعمليه عصير نضفيه وخليه زي الفل وطلعي اللي انت عاوزاه منه زي ما انا عملت كده. بس انا ناويه ان شاء الله يا حبايبي هاخد القشر كده ونعمله عصير مع بعض، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، يطلع عصير تحفه تحفه تحفه. وفي تكه حلوه قوي لما تيجي تعملي قشر المانجا عصير، هقولها لكم ان شاء الله وانا بعمل العصير يا حبايب قلبي كده. طبعا بنمسك طبعا المانجا، ويا ريت وانت بتنقي المانجا حبيبتي في السوق تنقي المانجا اللي حبتها كبيره عشان ما تهدريش منها كتير، علشان الحبايه الكبيره بتطلع بذر ضيقه خالص وصغيره خالص يا حبيبتي كده. خلاص هنقطعها كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وطبعا ما نخليش حاجه في البذر خالص كده، علشان ده كله طبعا خساره ان احنا نرميه في البذر. وزي ما قلت لكم شوف البذريه عامله ازاي، رفيعه خالص خالص ازاي يا حبايبي كده يا روح قلبي كده. وطبعا تقطعيها كبيره تقطعيها صغيره مش هتفرق في عصير او في تفزير المانجا. شوف بتتقشر بسهوله خالص ازاي زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي كده. وطبعا احنا قلنا طبعا القشر انا هعمله عصير مش هكحته كده، خلاص كده واقطعها كده منجايه كده كده جميله. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها كلها لحم ازاي، حاجه كده تفتح النفس وحاجه كده جميله. وطبعا المانجا دلوقتي رخيصه في السوق، وطبعا احنا بنحبوها قوي يا جماعه، طول الصيف بنشرب منها عصاير وكده. شوفوا بقى تحتها كده يا حبايب قلبي كده، هقول لكم بس كمان على تقشيره كده. انا هاخد الحته اللي فوق كده، وهتيجي تخططيها كده بالقشر بتاعها، هتيجي تشد القشريه هتتشد معاكي على طول عشان انت مقسماها مش هتتعبك في التقشير خالص. دلوقتي زي ما بقول لكم كده حبيبتي المانجا رخيصه خالص في السوق وجميله، وطبعا انتوا عارفين احنا طول الصيف بنحب عصير المانجا، وطبعا بتنفعنا في رمضان يا بنات. وطبعا التجهيزات دي برضو ان شاء الله يا رب بلغنا رمضان ان شاء الله يا حبايبي، هنعمل عصير في رمضان منها وتشربهم وتتهنوا، كل سنه وحضراتكم طيبين كده. خلاص كده يا حبايب قلبي كده احنا قطعنا المانجا، هنجيب بقى الاكياس بتاعتنا. انا طبعا بحب احطها في الاكياس على اساس برضك يا حبايبي. بصوا 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 الحلاوه، بصوا الجمال، يعني الواحد مش عارف يقاوم يا جماعه. انا من عاشقه المانجا صراحه، يعني بحبها في اي حالات، عصير اكل اي حاجه كده. خلاص كده يا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي قطعناها الحتت الكبيره ديت، ولا تحط لها اي حاجه ولا تضيف لها اي حاجه، هي كده يا حبايب قلبي. شفتوا بقى البذر، بصوا بصوا ما فيهاش اي حاجه، يعني مش هتهدري منها ايتها حاجه. وطبعا زي ما قلنا كده القشر برضك يا حبايبي كده هنعمله عصير، واقول لكم على تكه حلوه قوي قوي في العصير يا حبايبي، هتخليه العصير روعه روعه روعه. تعالوا بقى نسمه كده ونصلي وربنا يبارك يا رب. هنحطها كده يا حبايبي كده زي ما انتم شايفينها زي ما هي كده، مش هنغير منها اي حاجه ولا هنضيفه اي حاجه، هي المانجا مش عاوزه حاجه. انا بحب احطها في الاكياس علشان ما تاخدش مكان في الفريزر، انتوا عارفين الديب فريزر بنفنزر فيه الفراوله ونفنزر فيه نحط فيه الطماطم، يعني اكياس احسن حل في شيل الحاجات اللي زي دي. وطبعا تحطي في الاكياس زي ما انت عاوزه، شوفي انت وجبتك ازاي وبتعملي عصيرك ازاي، تكتري تقللي حسب. واهم حاجه وانت بتحطي العصير في الاكياس اهم حاجه تطلعي الهواء يا حبيبه قلبي، طلعي الهواء عشان لما ترصي الاكياس على بعضها كده ما تاخدش مكان، وكمان ما تزحلقش منك في الدرج او كده زي ما انت شايفه كده يا حبايبي. انا طبعا بحط في الكيس على قد الوجبه بتاعتي، والله دخل عليك ضيوف حطي كيسين بلاش كيس عادي يعني. بصي 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 حبيبتي، بصي اهم حاجه، بصي بطلع الهوا ازاي، اطلع الهوا خالص واربط الكيس من فوق على اساس لما تيجي ترصيه بيترسم كده يا حبايب قلبي، ما يتعبكيش في الرصه. ويا ريت يا بنات تكتروا من المانجا، المانجا دلوقتي يعني السنه دي رخيصه خالص خالص خالص، بتشجع اي حد يعمل
عصير او اي حد يفنظر. وخلاص كده يا حبايب قلبي، كده احنا عبينا المانجا بتاعتنا وفنظرنا المانجا. شوف شوف لونها جميل، لونها جميل، والعصير بتاعها تحفة، من غير اي اضافات، من غير اي حاجة، حاجة كده الشكل جميل والشكل روعة. وتاكلوا وتتهنوا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ومتنسوش بقى في الشير واللايك والاشتراك، واهم حاجة اللايكات واهم حاجة الاشتراكات، وكل سنة وانتم طيبين. بصوا بصوا العصير حلو ازاي، ولون المانجا حلو ازاي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي.